السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شنو حلقتنا اليوم؟ حلقتنا اليوم ان شاء الله النهار ان شاء الله نصوب واحد كلاص رولي مشهور في العالم، كيتصوب على لا ماشين، كيصوبوا في وهاد النهار ان شاء الله نصوب لكم في الدار نشارك معكم ان شاء الله. شنو عندنا في المقادير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندناش المقادير بزاف، عندي هنايا غير كاس ديال القشده طاريه وجوج معالق ديال النسلي حلو، وعندي هنايا واحد جوج بيمويات ديال الباسطا غير باش يجي مكرمل ماشي ضروري، كيما بغا كيما بغيتي النوع اللي بغيتي كديري. اي ما يكونش بسكوي، ما يكونش بسكوي، يكون باسطا باش كيجي مكرمل. هو كيخصو يتفرتس مزيان، يتفرتس مزيان ملي كنخلطو هادشي، كنخلطو مع هذا باش كيتفرتس مزيان، باش ما كيكون كتاكليه كيجي فيه ديك التقرميشه مقرمشه. حنا كنا استعملنا تا كنضربوينو جغزال، ها هو طلع لهم الصوره دابا يشوفوه. هذاك جاب المذاق رائع جدا. وما يستعملوا اي نوع ياك ما يكونش بي لا يكونش بسكوي، وتقدري تستعملي حتى ديسير. ديسير كيديروا ليه الديسير؟ ديسير ديسير كتخصك تقطعي بهذه مزيان باش يجي طرفه صغيرين، تقطعي بهذه مزيان ويخلطوا كما كتخلطي كما تخلطي البيمو دابا كما غنخلط مع البيمو دابا ان شاء الله. شنو وهاد السواني ديال اينوكس ضروري، ما يكونش بلاستيك، ما يكونش خشب، بس ضروري اينوكس. انا دابا هادو اللي عندي هنايا في الدار هما اللي غنستعمل، هذا باش كنقلعو وهذا باش كنشدو. المهم هادو هما اللي من العمده خصهم يكونوا ديال اينوكس باش يبردوا، باش يعطيو البروده، باش يشدو البروده مزيان. انا عندي في الدار الاخرى عندي الكونجيلاتور الكبير، كندير وحده نيشان كبيره ديال الفرانس ديال اينوكس. وهنايا عندي غير كاين غير الكونجيلاتور ديال الثلاجه، ما غاديش يهز ليه وحده كبيره، درت جوج صغار. وهاد المقادير تقدر ديري غير نص، انا ما بغيتيش دير المقادير كله على حسب الافراد، على حسب الافراد، على حسب الفريغو الكونجيلاتور داكشي اللي كاين. خصو يجمد مده 4 سوايع تقريبا، تقدري تشوفي ساعه ساعه واش جمد ولا مازال. الا عندهم الكونجيلاتور هو كيبرد مزيان راه ما يحتاجش داك المده كلها، ساعات ساعتين المكانه، ساعه ونص، هما على حسب الكونجيلاتور. هو خصو يتكال دغيا. نبداو هو سريع ما كيتعطلش اصلا. نبداو انا نبداو دابا هاكي نديرو هنايا باش نبداو حتى ناخذ هذا محيش ما هذا ما كيطلعش هو ياك. لا ما تيطلعش هاك كيتخلط. انا بسم الله ندير هاد القشده. اي ماركه، ماشي ضروري يديروا واحد ماركه معينه. اي ماركه غادي ندير هاد جوج معالق ديال الحليب مركز حلو باش نعرفك هو ما تدخلش واقيلا هذه كبيره بلاتي نجيب صغيره. صافي دابا غنخلط هاد نخلطو مزيان ونوجد هذيك البيمو ديالي ديال الباسطا كنخلطو هكا مزيان. صافي ما كاينشي تنطلعو باش يطلع بحال الشونتيلا، غير تيتخدم مزيان. ما خصوش يدخلو الهواء، لا ما خصوش يدخلو الهواء، ما خصوش يطلع بحال الشونتي، غير تخلط مزيان مزيان مزيان. كتحسي بلي بدا شي شويه تايب هذا هو سريع من بين داك الكلاص دغيا كيوجد اسرع كلاص كنظن كلاص في الخارج هما عندهم واحد الماشين كتكون كبيره كيكون تحت منها كتعطي البروده وما ديك الساعات كيصوبوا ديك الساعات كياكلوا ما كيخليوش يدخلوا الفريغو حيت كيخدموا على هذيك الصينيه بحال البرو بحال الكونجيلاتور تاع هي ديالهم حيت عندهم الاله ديالو تيجمدوا ديك الساعات كيخلطوا دغيا تيجمدوا تيجمدوا. صافي ها هو ال صافي ها هو كجاري كتخلط مزيان صافي خصوش مزيان أغلى كنبغيو نزينو كنديرو داك زين حسب الرغبة اللي عندو موجود. حنا كناكلو بحال هكا كما شافو الصورة اللي طلعت ليهم قبيلة ما فيه لا زين لا والو كنضربوين حيت أصلا المذاق ديالو زوين كيعطي واحد النكهة زوينة عالمي هو راه مشهور واللي بغا دابا اللي بغا يصوبو في الدار حاجة مخيرة حاجة مميزة. ما هما دابا كاين اللي كيشوفو كيقولك هاد الشي مغينصوبوش في الدار، هو صغير بنادم كيفاش يدي باش تبيع في المحلات الكبار في هذا في الخارج راه الثمن يا بس يزينو بداك الشي زوقه زوين باش يكون مثير للناس. دابا خصك منين تبغي تصوبي خصك توجدي داك كلشي تزيني توجدي كلشي تحطي هو دغيا كي هو اخر حاجه واقيله هو اخر حاجه تجبدي كتصوبي دغيا ترولي دغيا ديري في الكيسان اللي غتقدمي
يتسناو شعلي حتى دقيقه مو حنا نمشيو معهم خطوه بخطوه باش ان شاء الله يعني يكونوا غير الناس جالسين كيتسناو 100% كيتسناو عاد جبديه وصوبيه دغيا بالزربه عاد عطيه لهم الزربه يتكال ديك الساعه حيت دغيا كيذوب باش مزيان هاد الباستا كتجي مقرمله ملي كتاكل ديك الكلاص كتحس بداك التقرميش انا جبت معلقه كبيره باش نكبوه هنايا ها هي معلقه كبيره حدايا صافي غنحيدها هكا وهذا غادي انت شتي دابا ولينا هذاك قطعتي رقيق ياك لا لا قطعت رقيق بداك القطاع باش كيجي باش ما يجي ملي كنجي نرولي ما يحصلش ما نحصلش هذا ما كندهنا بوالو انت غير هكا هاد هذيك اللي قلت لك ها تخلط ما فيه والو اللي بغى يدخلها شي بعد مثلا تندخلها حتى كتجمد مزيان حتى تبرد مزيان عاد تكبو عليها شي بعد مره دابا ماشي كيلاش ماشي ضروري باش نوريكم حاجه سهله ملي كنواقل هذه قد هذا هنا وهنا صافي باش ما يجيش على دقيق بزاف كما ديك الثالثه كنجبد لي اللي كاين واحد الصينيه هنا ديال اتاي الشاي ها هي الا بغاو يشوفوها ها هي ممكن نستعملوها حتى هي هانتي شتي بحال 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 هانتي غادي نسرح هذا هكا نقادو على حساب الصينيه فقط الصينيه هذا تا هو هكا بحال هكا ما يكونش ما ديرش غليظ ما يجيش غليظ يجي شويه رقيق باش يجي ماشي لا تروي سي يترولا مزيان وهذا حتى هو غادي نسرحوه هكا فهمتي شتي باش يجي باين يا غير الا بغيتي تفركسي بلا كلاص الضياف ولا شي واحد ولا راسك نيت ولا علاش لا هو عنده بزاف ديال الطرق باش كيفاش كيتقدم كاين اللي كيقدمو في الطبسيل كاين اللي كيديروه في واحد الكارطونات صغيورين ديال الكلاص خاصهم الكلاص كيما بغيتي تشكلي فيه كيما بغيتي كيجي زوين هذا حيت فيه الشكلاط بقى سميتو جا لاصق فيه الشكلاط شتي كاين لاخر ما فيهش الشكلاط بزاف تيجي واحد احسن على الثاني حنا داك ديالكم ضربوا انا كيجي كيجي تحفه داكشي اللي عندنا في الدار باقي محصورين باقي ما كنخرجوش بزاف تقدري تخلطيه معاه كاع الا ما بغيتيش بحال هكا ديري من الفوق تقدري تخلطيه معاه ولكن كنظن هكا نضمو لا باش ملي كيجي قلع كيكون اصلا داك الكلاص كيكون لتحت كيكون لتحت ما كيكونش داك البسكوي باش يجيش لاصق لتحت هي صافي هادشي غير باش يجي شي شويه من السم صافي دابا الجيلاتور مده 4 السوايع شحال ما حتى كيجمد مزيان حتى نجبدو ان شاء الله نقدمو ان شاء الله يكونوا موجدين ليه شي حاجه باش غنزوقو ان شاء الله دابا حنا جمد لينا دابا هو جمد غادي نوجد دابا كلشي حيت هو خصو غير كنجبدو ملي نراو ليه نحطو في الكيسان ونقدمو ديك الساعات نزينو باش ما غنزينو هنا اختاريت غير داكشي اللي عندي في الدار قطعت واحد مارسا هو غنزين به وهاد الحبيبات كل واحد باش ما بغا ديسير ولا اي حاجه بالنسبه باش نقلعو هكا اللي ما عندوش هادي تقدر تستعمل هادي ولا شي موس ولا شي حاجه لا موس ما يصلحش موس مقمقم لان شي حاجه اللي هي مفتحه تقدر حتى بشي تبصيل مفتح ولا شي حاجه المهم باش كتقلعوا لينا دغيا هكا حنا غنشوفوا انا حيت عندي هذه غنستعملها نجبدو دابا نجبدو دابا بزاف حيت غنزرب عليه بالزربه خاصو باش قبل ما خاص الزربه حيت ما عندناش حنا الاله ديالو لا تحافظ على البروده بحال الخارج بحال اللي عنده حنا دابا غير كنصوبو في الدار في الكونجيلاتور داكشي اللي عندنا صافي ان شاء الله نخرجوه دابا على الطريق غادي ناخذ القياس اللي غادي نرولي الا بغيتي انت هذا القياس اللي غنرولي بحال هكا ما هو لا ترولا هو نيشان ماشي مشكل هو ملي كيقطعو كيجي مقاد كتجي متبع كيجي مقاد دابا غادي نرولي هذا اللي في الوسط لان هذه راه جات كبيره على هاد كي ماشي مشكل هي كتروليها كترولي حتى الجنب الاخر نجوا شتي ما حطيت القياس باش نجوا شتي حتى نقلعوا عاد نفرقوا
واجد مزيان عشان تبيع البرودة حتى باش التمتمة شي بعض الناس كيبقى لهم بحال هكا كيقادو حتى كيقلعوه كلها حتى عاد يقادو هكا نحطو في الكاس تبارك الله عليك كل زربة ونحطو في الكاس انا راح تحطو فوق الثلج ما الا راه ما عنديش كتعاوني بيديك دابا هذا ديال ماشي ما عندناش لا الاله ديالو بالضبط انا هكا كنفرقو بالزربة غندير هاد ندير هادو باش تزوق بيهم كنقضي باش ما كان ياك داكشي اللي كان هاد ما كيقضي باش يوجد عندو ضروري نقضي باش ما يتكلفش كيجي رائع و كيذوب من دابا مع الحال سخون كيذوب انت شتي نزيدو اللي بغا دابا غنعطيه دغيا دغيا باش يتكال حتى هو ما حدو كالس كيذوب تبارك الله عليك ماما الله يبارك فيك صافي دابا نقدمو نيشان نيشان راه غادي يجد ما ماشي فيه شي تما راه انت حتى الا ما ترولاش دغيا وبدا كيذوب تقدري تعاود تخلطي داكشي وتقاديه في داك الصينيه وتعاود تخليه يجمد حيت دابا الا ما زربتيش عليه كيقدر يذوب لك الا داب خاصك عاوتاني تسرحي وتعاود تخلي الكونجيره تروح تعاود يجمد عاوتاني تحدو عاوتاني رولي عاوتاني رولي واحد الصحه هادشي اللي كان نزل الكاس هكا فهمتي شتي الله يعطيك الصحه الصحه والرفاه ماما شكرا شكرا على الكلاص رولي دابا حنا باش نعاودو لهم عاوتاني الحوايج اللي كيخليو هذا يصدق ويترولي لهم بكل سهوله هو يجبد من الكونجاتور نيشان ترولي دغيا كترولي تكوني موجوده في الصالون واخا مزيان احسن يكونوا باردين ما تقدروش تلاجا يشدوا في البروطه باش يعني ما يحطوش وعاد يمشيو يجبدوا الكيسان وما يصبرش ما يصبرش دغيا تكوني حاطه الكيسان واو مع دابا الحال سخون وهما عارفين انه الكلاص كيتكال في الصيف وهاد الكيسان انا درتهم في الثلاجه حتى بردوا مزيان على ما جبد لي هذا على ما جيت حطيتهم فيه حتى هما ملي كيكونوا كيصوبوا هاد الماء اللي اختصاصين في هذا الشيء تحطوا الكاس فوق داك الثلاجه كيعمروها تحطها فوق داك البلا اللي متلج حيت هو عندهم هذيك الاله هي اللي كتساعدهم حنا دابا حنا عندنا غير الكونجيلاتور باش ما تقولوش شي حاجه غريبه ما كتصومش في الدار فرحوا بيه غير يكون معلم حتى اللي ما معلمش يتعلم هذا طبيعي انا نطلع لهم عاوتاني باش الصوره باش يشوفوها هو باب كنضرب وينو جا المذاق ديالو تحفه حيت راك عمره عارفين كنضرب وينو المذاق ديالو زوين وترولها بكل سهوله حتى هو حنا خرجنا من الكونجيلاتور نيشان دزربنا عليه ما زوقناه ما والو هما الكاس هكا فين حطيناه يبالهم دابا ما زوقناه ما والو حيت إلينا كلينا بيناتنا ماما تبارك الله عليك شكرا على الوصفه ديال هذا النهار الله يعاونك وصفه اخرى ان شاء الله وصلنا لنهاية الحلقة كنتمنى تكون نالت إعجابكم ما تنسوا شاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار وإلى اللقاء